أشرف رشيد بن شيخي عامل إقليم الحوز الجمعة على حفل تخريج عناصر الوقاية المدنية ليومها العالمي بعاصمة الإقليم بتحنوت الذي يصادف الأول من مارس من كل سنة بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالحوز والقائد الإقليمي للدرك الملكي وبرلماني الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي للحوز ورؤساء جماعة ترابية ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات الأمنية المدنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني ومشاركة تلاميذ وتلميذات بعض المدارس الابتدائية بالمدينة. وعرف الاحتفال تقديم مجموعة من العروض للتعريف بأدوار أجهزة الوقاية المدنية التي تسهر على إنقاذ أرواح المواطنين فضلا عن عرض اللوجستيك والمعدات المستخدمة في حالة الطوارئ وتنظيم عروض لتدخلات الإنقاذ وإطفاء الحرائق وتقديم ورشات حول الإسعافات الأولية. واستعرض القائد الإقليمي للوقاية المدنية إحصائيات للآليات والموارد البشرية التي تغطي الإقليم وبيانات تشير إلى المنحى التصاعدي للتطور الحاصل على مستوى التدخلات بكافة الإقليم وتوضح كيفية عمل بعض الآليات في حالة الكوارث الطبيعية وحوادث السير وإخماد الحريق ومهام أدوار الأجهزة الوقائية المكلفة بالحماية المدنية التي يقع على عاتقها ضمان المساعدة للمواطنين وحفظ الممتلكات والبيئة. واعتبر أفراد الوقاية المدنية الاحتفال بيومهم العالمي فرصة للتحسيس بالتدبير الجيد لحالة الأزمة استحضارا للمهام الإنسانية والنبيلة التي يقوم بها أفراد جهاز الوقاية المدنية لفائدة المجتمع والإنسانية تحت شعار التكنولوجيا المبتكرة في خدمة الوقاية المدنية، وهو الشعار الذي اعتمدته المنظمة الدولية للحماية المدنية للاحتفال بيومها العالمي هذه السنة، والذي يهدف إلى تعريف عامة الناس بمهام الحماية المدنية والتحسيس بالإسعافات الأولية والمسؤولية المواطنة. وتجدر الإشارة إلى أن التدخلات التي قامت بها مصالح الوقاية المدنية خلال السنة الماضية على مستوى إقليم الحوز وصلت في مجموعها إلى 3781 تدخلا، منها 126 تدخلا يتعلق بإخماد الحرائق، وأزيد من 1700 تدخلا يهم حوادث السير وحوادث الشغل والاختناقات وغيرها من الحوادث.